السلام عليكم. شلون الصحة؟ شلونكم زينين؟ تعاي. رمضان كريم علينا وعليك. يا رب يحفظكم ان شاء الله. رمضان كريم. شنو اسمك؟ مريم. مريم، يا هلا بمريم. برنامج ليالي بصريه من قناه دبليو تي في الفضائيه. عندنا كم سؤال. شلونك في رمضان؟ الحمد لله تمام. زينه؟ حلو. مستعدين ان شاء الله؟ ان شاء الله. على هبة الاستعداد ان شاء الله. اكيد. بس المسكين هذا اللي يدفع فلوس ايش قد تكلف بهذا رمضان؟ لا لا صدق، لا ان شاء الله ما نكلفهم. ها والله مو هسه صارت مشكله يعني، ما ادري. انت النسوان عشان طلبات عجيبه غريبه. لا زين، مثلا السوق راح يعزل برمضان ما يعزل؟ لا هاي قبل، بس هسه شويه يعني الوضع غير. ها والله يا الله الحمد لله والشكر. سؤالنا يقول لماذا سمي شهر رمضان؟ لماذا سمي شهر ما رمضان؟ معنى اسم رمضان؟ ما عندي علم. انت ما تعرفي رمضان ليش سموه؟ شنو معنى اسم رمضان؟ هو يعني شهر الله، يعني هو شهر الله. هاي منتين منها؟ لا معنى الاسم. لا انت من تغششين، تعي هنا واحكي، تعي هنا واحكي، لا تغششينها منك. ما عندي علم. ها كلمة للشعب العراقي بمناسبة هذا الشهر. الله يحفظهم والله يرفع عنا هالغمة هاي. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. شرفتم. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.